فريق زاخو، لكن خلصها. شوف الملعب ممتلئ كل المدرجات، ماكو اي مسافه ما بين المدرجات. هنا التسديده حلوه حلوه حلوه، جرب حظه فضل ان يسدد من بعيد، حاول حكم انطى مبدا الفائده لشافيو موموني. هذه الطريقه صعبه يا شافيو، انت جسمك مو باتجاه المرمى، هذا يحفز اللاعبين اكثر ويخليهم يقدمون مستويات. خطا وغلطه الشاطر بمليون. ماموني هي لا 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 راحت من البدايه، وكان بالامكان ان يسدد بفريق دهوك باخر 10 دقائق على نهايه احداث الشوط الاول لدهوك. خطره جول، لا 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 لا، الى ركله مرمى ومطالبه بوجود ركله جزاء، ركله حره مباشره لمصلحه فريق دهوك. هذه من كريم لمحمد سعيد، ممكن جول، لا وصلت لمحمد صالح لمصلحه فريق زاخو. محمد سعيد حره مباشره لدهوك، سقطها على المرمى لكنها بعيده الى برا الملعب، تحولت ركله مرمى. فريق دهوك الان في هذه اللحظات من مكان خطر، حارس المرمى محمد صالح يتابع يراقب، تحدث مع حائط الصد مع زملائه مع اللاعبين. اندفاع دهوكي، اندفاع ازرق، اندفاع لفرسان الجبل. هل هي في المرمى؟ هل هي في الشباك؟ هي في الشباك. هدف لمصلحة فريق دهوك. مرتجى عادل البديل الناجح، اللاعب البديل مرتجى يسجل ربما يكون هدف الفوز، هدف النقاط الثلاث. مباراة ستحسم في الرمق الأخير، مرتجى عادل بأول لمسة. الله 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 الله، فرسان الجبل يكشرون عن أنيابهم، يسجلون في الدقائق الأخيرة، يقنعون، يبدعون، يندفعون، يتلألؤون في دهوك. يسجل أو هل يعود زاخو؟ الله 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 الله، جول لمصلحة زاخو في هذه اللقطة. حميد حاجي يدرك التعديل لزاخو. لا والله لدهوك لم يكن هدف الفوز، لأن زاخو كانت له كلمة في هذه الأثناء، وعودة سريعة، مباراة مجنونة، عودة سريعة لزاخو. لم يهنأ دهوك بهدف التقدم، ويا فرحة ما تمت على لاعبي دهوك. وبالتالي حميد حاجي سجل لزاخو بهذه الطريقة، كان خالي من الرقابة، لعبها فرحان وهيئها، وبالمباشر باليسار، وصعبة على أحمد بشار، ودخلت إلى الشباك في جهة اليسار، وسجل وبالتالي علي رحيم يغادر، ميلاد إبراهيم يشترك في هذه الأثناء، علي رحيم يغادر.